بالنسبة كذلك إلى موقف الشيخ الحبيب من حكومة خامنئي، كذلك الأمر يعني معروف لدى الجميع، خصوصا لمن يتابع الشيخ الحبيب ومحاضراته. حكومة خامنئي يعني نستطيع القول عليها حكومة ظالمة، غاشمة، آثمة، غادرة، فاجرة، كاذبة، سارقة، وعبر ما شئت من العبارات حول وصف هذه الحكومة الظالمة التي نسأل الله العلي القدير أن يزيلها عاجلا غير آجل.